الدولة العباسية. بدأ نفوذ القادة الأتراك يتعاظم في البلاط العباسي في عهد الخليفة المعتصم بالله، وتزايد ذلك بعد أن منح الخليفة الواثق بالله لقب السلطان للقائد التركي أشناص، وأصبح هذا المنصب أمراً واقعاً يتصارع عليه القادة الترك. بدأ هذا الدور بمقتل الخليفة المتوكل بعد مؤامرة اشترك فيها ابنه المنتصر بالله مع القادة الأتراك، لكن الأتراك عادوا وتخلصوا من المنتصر ونصبوا عمه المستعين بالله. شهدت خلافة المستعين قيام الدولة الطاهرية في خراسان، كما استقلت طبرستان تحت حكم الحسن بن زيد العلوي، وحصرت وظيفة السلطان بعائلة الأمير التركي بغى الشرابي. فتمرد الأتراك أنفسهم وحاصروا الخليفة المستعين في سمراء، فهرب إلى بغداد. عندها بايع الجند المعتز بالله وخلع المستعين، لكن الأتراك انقلبوا على المعتز وعزلوه وقالوا مكانه المهتدي بالله ابن الواثق. حاول المهتدي مقاومة نفوذ الأتراك وقتل قائدهم بايكال، فقتله الأتراك قبل أن يكمل العام. بويع المعتمد على الله من المتوكل بالخلافة، وفي عهده حدثت ثورة الزنج فاستنزفت موارد الدولة، ولمع نجم الموفق شقيق الخليفة كقائد بارز استطاع إخماد هذه الثورة، كما ظهرت الدولة الطولونية بمصر وسيطرت على أغلب بلاد الشام. استعادت الخلافة بعضا من هيبتها مع تولي المعتضد، وفي عهده وعهد ابنه المكتفي تحسنت الأوضاع الاقتصادية والسياسية، كما استعاد العباسيون مصر وأعيدت عاصمة الدولة من سامراء إلى بغداد. عاد نفوذ القادة الأتراك مع خلافة المقتدر بالله، وبلغ من نفوذهم أنهم خلعوه مرتين، ثم استمر إلى أن قتله القائد مؤنس التركي سنة 320 هجرية، وتولى أخوه القاهر بالله، لكن مؤنسا نفسه خلعه بعد عامين وسمل عينيه وسجنه. وفي خلافته بدأ ظهور الدولة البويهية في فارس وخراسان، وظهرت الدولة الفاطمية في الشمال الإفريقي، ولقب صاحب الأندلس عبد الرحمن الناصر نفسه بخليفة المسلمين. وفي خلافة الراضي بالله ظهرت الدولة الإخشدية في مصر وامتدت إلى بلاد الشام، وأصبح نفوذ أمير الأمراء قويا لدرجة كبيرة. توالى على هذا الدور 12 خليفة، وعانت الدولة من ظهور تيارات فكرية عسكرية كحركة القرامطة التي تغلبت على مساحة كبيرة من الدولة، وشكلت تهديدا حقيقيا بلغ ذروته في دخول القرامطة إلى مكة واستيلائهم على الحجر الأسود سنة 317 هجرية، كما بيّنت الأحداث أن قوة الخليفة تتأتى من إنجازاته العسكرية. فالانتصار على ثورة الزنج أعاد الاعتبار والهيبة للخليفة، لكن ذلك لم يدم طويلا، وأدت الصراعات على السلطة إلى خسارة المزيد من أقاليم الدولة في الشرق والغرب، ومهد ذلك لبداية دور تغلب البويهيين على الخلافة العباسية.